خصوصية الفن في العقيدة الإسلامية. تتميز العقيدة الإسلامية بتحقيقها للتوازن التام بين عالم المادة وعالم الروح، فهي لم تنكر أحد العالمين كما نجد ذلك واضحا في العقيدة المسيحية، إذ تنكر عالم المادة وتحمله مسؤولية الفساد والشر في العالم. وهذا التوازن بين الروح والمادة وبين الجسد والنفس الذي يعرفه الإسلام هو ما يؤكده الغزالي وغيره من علماء العقيدة. والإنسان في المنظور الإسلامي ليس حيوانا بهيميا لا يعتمد إلا الحس والغريزة ويقع في براثن المادية والحسية والشهوانية، وهو في نفس الوقت ليس ملاكا مجردا عن المادة والحس والغريزة والشهوة. فالإنسان كائن طيني أرضي حسي يمتلك من الشهوات والغرائز ما يجعله في حالة حركة ويشكل له دافعية للسعي على الأرض، ولكن به جانب روحي سامي يهذب هذا السعي على الأرض وتلك الحركة ويجعل لها أهداف نبيلة سامية. وغاية خلق الإنسان على الأرض كما يخبرنا الله تعالى في محكم آياته هي العبادة لله عز وجل، إذ يقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما كان الإنسان كائنا مختارا له إرادة حرة مستقلة، كانت عبادته متمثلة في أعماره للأرض وتحقيقه لمبادئ السماء من العدالة والخير في العالم الدنيوي الأرضي. فالدنيا في الإسلام هي موضوع الدين على حد تعبير الشيخ محمد متولي الشعراوي، إذ أن الدنيا في الإسلام ليست كل الدين دون التفات لآخرة فيها الحساب والمعاد والجزاء كما نجد في العقيدة اليهودية. وليست الدنيا في العقيدة الإسلامية منتفية لا طائل منها ولا غاية فيها كما بدا في العقيدة المسيحية، وإنما الدنيا في الإسلام هي الموضوع الأساسي للدين والعبادة، إذ أن إعمار الأرض وتحقيق قيم السماء عليها هي غاية خلق الله للإنسان، وتحقيقا لأسلوب خاص لعبادة المولى هو أسلوب الإنسان المختار والذي يختلف عن أسلوب الملائكة المباشر في العبادة. فيقول الله في محكم آياته: إن الله لغني عن العالمين، بمعنى أن العبادة الإنسانية لها تميزها بكونها تحقيقا لإرادة الله في الإنسان، وهي قدرة ذلك الأخير على إعمار الأرض وتحقيق قيم السماء عليها. والسؤال الآن: ما علاقة الفن بكل ما سبق؟ وللإجابة نقول أن الفن بوصفه نشاطا إنسانيا له أهدافه الإعمارية للأرض هو تحقيق لكمال عبودية الإنسان لله عز وجل. فهذا المهندس الذي يبني العمائر ويشق الطرقات وينصب الكباري مثله مثل الفنان الذي يزينها ويساهم في التخطيط الجمالي لها ولطرزها المختلفة، هما الاثنين غايتهما الإعمار في الأرض تحقيقا للعبودية الإنسانية التامة لله عز وجل. وهذا الفنان الذي يؤثر فكرا نظريا ما ويعبر عنه من خلال ممارسات فنية صرفة كإقامة معرض فني من أجل تدعيم ونشر فكرة وسعيا لنشر مبادئ السماء من عدالة وحرية وحقوق للإنسان وغيرها عبر ممارسته للفن، إنما يحقق أعمالا فكريا وثراء نظريا للأرض تحقيقا للعبودية الإنسانية لله عز وجل. فالفن باعتباره إعمار للأرض هو عبودية إنسانية صرفة لله عز وجل كما بدأ في العقيدة الإسلامية، فهو ليس طرفا ولا عبثا، وخصوصا إذا كان فنا هادفا مستنيرا، وهذا ما بدا عند الفنان المسلم، فلم يغرق في الحسية والشهوية والمادية، بل سما بها وتعالى عليها دون موقف مسبق سلبي معادي لها أصلا. فالفن في عقيدة المسيحيين إغراقا في المادية والحسية لا ترضى عقيدتهم، وفي يهودية عبثا وترفا ولعبا لا ترضى عقيدتهم، أما في الإسلام فهو تحقيقا لعبودية الإنسان لله على الأرض، وهذه مكانة كبيرة وقيمة غالية. ماهية الفن؟ ولكي نستطيع أن نعرف طبيعة العلاقة بين الفن والإسلام لابد أن نعرف حقيقة الفن وماهيته، وأحسن الطرق المؤدية لمعرفة ماهية الأشياء هي البحث وراء معناها اللغوي والتعمق في تحليله وربطه بالمعنى الاصطلاحي، وخصوصا أن لغتنا العربية سرية أصيلة مبدعة دائما. فبالكشف في لسان العرب: الفن جمع الفنون وهي الأنواع، والفن الحال، والفن الضرب من الأشياء، والجمع الفنون وأفنان. وبالكشف في
في مختار الصحاح الأفانين الأساليب وهي أجناس الكلام وطرقه، ورجل متفنن أي ذو فنون، وأفتن الرجل في حديثه وافتن الرجل في حديثه وفي خطبته بوزن اشتق جاء بالأفانين. وبالكشف في المعجم الوجيز فنن الشيء جعله فنونا وأنواعا، سلك به أفانين وأنواع. والفن مهارة يحكمها الذوق والموهبة، وأيضا الفن التطبيق العملي للنظريات العلمية بالوسائل التي تحققها ويكتسب بالدراسة والمران. وهنا نلاحظ عدة ملاحظات. 1- الاقتران اللغوي للفن بمفهوم المهارة، وليس أي مهارة بل تلك التي يحكمها الذوق والموهبة، فهي مهارة تقالب حدود الكمال وتعمل معايير الجودة والدقة والإتقان. ونلاحظ أن العرب قديما استخدموا كلمة صناعة ثم تم تطويرها لفن، فعرف الأدب والشعر على سبيل المثال أولا كصناعة، كما نجد في كتاب أبو الهلال العسكري الصناعتين النظم والنثر، وفي الكتاب القلقشندي صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ثم أصبحت فنون الأدب والشعر. كذلك تحدث ابن خلدون في مقدمته عن صناعة الغناء، كما أطلق الفن على كتاب فقهي أصولي علمي وهو كتاب ابن عقيل الفنون، وهو كتاب للفقه الحنبلي، مما يعني في مجمله التباط الفن بالمهارة العملية في الصناعة ودليل الإتقان والجودة والإحكام. ونجد ذلك في الاستعمالات المتعددة للمفهوم كفنون الطبخ وفنون الحرب واعتبار الملاكمة الفن النبيل والمنطق من الفنون العقلية. وإذا كانت فلسفة الفن المعاصرة تنقل على الفن المفهوم المهاري وتسقط الفن بهذا المعنى من كونه يطلق عليه فن، على اعتبار أنها تعتبر الفن في إحدى أهم تعريفاتها له مكنون شعوري ووسيلة تعبيرية واتصالية وأسلوب إيضاحي، وفي نفس الوقت آلية حركية لإحداث الإصلاح والتغيير والتنوير الثقافي وأحيانا التسوير الثقافي. إلا أننا نعتبر المفهوم المهاري للفن له حضور وإن كان على استحياء فيما يسمى فنا في تلك النظريات، حيث يكون الوسيط المادي للفن حاملا ومحققا للأفكار النظرية المراد التعبير عنها. وهنا تظهر وظيفة الفن في كونه ردما للفجوة التي عرفها الغرب بين الفكر والفعل، بين النظر والعمل، بين الثقافة والتنمية بشكل عام. فالفن كممارسة عملية تأطير لفكر نظري وتعبير عن ثقافة جوهرية، كما هو صناعة مهارية. ويرى الدكتور أسامة القفاش ملحوظة في غاية الأهمية، وهي أن الأصل الإسلامي في الفن أنه اسم عام يطلق على كل شيء في الحياة فيه صنعة وحرفة وزينة وتفنن، وأن الفن معروف إسلاميا في إطار الدور الحياتي الذي يلعبه، بمعنى أن الفنان كان في الأساس صاحب مهنة يؤدي وظيفة اجتماعية من خلال إتقانه لحرفته وأداؤه لعمله على الوجه الأكمل. فالنحاس والنقاش والبناء والنجار كلهم أصحاب حرف، وهم فنانون يعملون من أجل الحياة لا من أجل وضع أعمالهم في متاحف وعزلها عن السياق الاجتماعي الحياتي النفعي للفن. وهنا نرى الإسلام يتيح الفن كقدرة ذاتية داخلية من خواص الجنس البشري، فالإبداع والإتقان ومن ثم الفن كجزء من الحياة متاح للجميع، أما الفرد والحث على ذلك الجزء فيتأتى من حد الإسلام على إتقان العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالفنان في السياق الإسلامي هو الصانع والحرفي، هو كل فرد يتقن عمله ويؤديه. وهذا بالطبع يختلف اختلافا جوهريا عن الفن في المفهوم الغربي الذي لا يتخذ من الحياتية سمة تميزه، وعلى العكس اتخذ من العزل في المتاحف والحدائق العامة والمنتزهات سمة تميزه. فنجد في قاموس ويبستر اسمان متميزان، ارتيزيان وهو الحرفي، وارتست اي الفنان. وهنا ظهر مفهوم الفنون الجميلة اي الفنون المتحفية في الفكر الغربي، على عكس مفهوم الفنون التطبيقية الحياتية في الفكر الاسلامي، وهو ما يؤيد فيه الدكتور اسامة القفاش الدكتور لمياء الفاروقي، ويرجع سبب هذا العزل للفن فيما اشار اليه الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو في نقده للحضارة الغربية، بأن الحضارة الغربية مبنية أساسا على العزل للوصل بعد الإجراءات التصنيفية الحادة. وهناك نوعان من العزل، عزل المكروه الآخر عن الأنا المحبوب، ويتبدى في عزل المرضى والمجرمين في العيادة والمستشفى والسجن، وتصنيف الأمم إلى أمم راقية وأخرى بربرية همجية. والنوع الآخر من العزل هو عزل الجميل المحبوب الأنا عن الآخر المكروه البغيض الرذير، كعزل الفن في المتحف والمتحف
والحدائق الخاصة بالقصور. فالمتحف هو سجن الجمال الذي يقصد به إبعاده عن الآخر الدنس الذي لا يقدره، وهو ما يعيد الغرب النظر فيه الآن. فيظهر الفن عند تشومسكي في كتابه عن اللغة والعقل، إبداع متاح للجميع بل مفروض عليهم، وهو اقتراب للمفهوم الإسلامي عن الفن. 2، نلاحظ اقتران الفن بالأساليب أو الأنواع والمناهج والطرق، وهذا يفسر كون الفن خروج خارج الإطار الضيق المغلق للعقل، بحيث يكون إبداع، حيث ينطوي على أسلوبية متميزة دائما لحل المشكلات والتعامل مع الواقع. فالإبداع بكونه نظرية في البدائل والأساليب هو الفن كما ذكره مختار الصحاح. 3، الفن ظهر في المعجم الوجيز باعتباره تطبيق عملي للنظريات العلمية بالوسائل. الفن ظهر 3 الفن ظهر في المعجم الوجيز باعتباره تطبيق عملي للنظريات العلمية بالوسائل التي تحققها، وهذا يعد حديثنا عن وظيفة الفن الرابطة بين الثقافة والتنمية. 4، الفن من الافتتان والخداع والحيل، فمادته اللغوية وإن كانت لا تنطبق على مادة فتن إلا أن التشابه بينهم من المثير تأمله، إذ أن مفهوم الخدعة أو الجهام الذي هو جوهر مفهوم الفتنة على علاقة تطبيقية ملاصقة بالفن الذي يحاول دائما إيهام المتلقي له. وبعد أن خضنا مع محاولات الإجابة على ماهية الفن بالمنهج اللغوي الفيلولوجي، آن الأوان أن نتحدث عن ظهور الفن كظاهرة إنسانية، وما هي الأغراض التي دعت لظهور الفن منذ فجر التاريخ وعلى جدران الكهوف الإسبانية. فنقول عرف الإنسان الفن منذ قديم الأزل باعتباره وسيلة من وسائل الحصول على المعرفة، وربما هي الوسيلة الأقدم، فهي وسيلة الذوق الوجداني والشعور الانفعالي التي تظهر دائما قبل قوانين المنطق العقلاني. لذا استخدم الإنسان الفن في التعامل مع الطبيعة والانسجام والتفاعل مع عناصرها، فها هو يخيف الوحوش برسومه البدائية وبأدواته التقنية التي صنعها بالفن والإحساس قبل المنطق والعقل والعلم. لكن النظرة التي تقصي الفن في قيمة واحدة هي قيمة الجمال، وهي قيمة معرفية أصلا، إذ أن النظريات العلمية كي تحقق سبق في مجالها لابد لها من ميزة الجمال كما ينبئنا فلاسفة العلم المعاصرون. لكن النظرة التي تقصي الفن في قيمة واحدة هي قيمة الجمال، بمعزل عن القيم المعرفية الأخرى، وهي نظرة غربية ظهرت مع باومي كارتن في تأسيسه للإستاتيكا كعلم معياري للجمال، يقيم الفن فقط بمعيار الجمال الشكلي المعتمد على النسب والأوزان الأرسطية التقليدية. هذه النظرة للفن قد انتشرت وسادت، في حين النظرة للفن كمنهج معرفي ذوقي ظهر في الإسلام منذ فجره الأول، ولا ننسى الصوفية التي اتخذت من الذوقية والشعورية منهج معرفي. كما كشف الإسلام عن وظيفة أخرى وهامة للفن، هي بناء النماذج والتوضيح للنظريات والأفكار. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخدم الرسومات التوضيحية في حديث فريد من نوعه يعكس فلسفة عميقة عن الآمال الفردية. حدثنا صدق بن الفضل، أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع ابن خسيم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قد احاط به، وهذا الذي هو خارجه امله، وهذه الخطط الصغار الاعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا. ويعد ذلك اكتشاف حقيقي لوظيفة الفن المعرفية، ليس فقط في استخدامه كأسلوب توضيحي للأفكار، ولكن مراعاة الإسلام الدائمة لتهذيب النفوس والحفاظ على كون المشاعر السوية السليمة الفطرية تدلق الله دون أدنى إعمال للعقل، وبعد ذلك يعمل العقل في إعمال شرع الله، وهذا من أهم ما أتى به الإسلام كثورة روحية. فالإسلام يعرف القيم المعرفية المتعددة في الفن، ولا يستثني القيمة الأكثر شيوعا وهي الجمال. الإدراك الجمالي كمعرفة وكمقدمة للفن. مما سبق نعلم أن النفوس تدرك الجمال عن طريق الحواس، فالعين تدرك المنظر الجميل، والأذن تدرك الصوت الجميل، والأنف تدرك الرائحة الزكية الجميلة، واليد تدرك الملمس الجميل، كما أن اللسان يدرك الطعم الجميل. فإدراك الجمال وظيفة الحواس التي خلقها الله في الإنسان، ومن الخطأ أن نعتقد أن للجمال مقاييسه
الحسية وحدها، تلك التي يقع عليها العين أو تسمعها الأذن أو يشمها الأنف أو يتذوقها اللسان أو تتحرك لها لمسات الأطراف العصبية. فالجمال مادة وروح وإحساس وشعور وعقل ووجدان. فإذا التقى فلاسفة الجمال في بعض الجوانب أو العناصر، فستظل هناك في عالم الجمال مناطق يعجز الفكر الفلسفي عن إدراك كنهها والوصول إلى أبعادها. فليس العقل وحده هو القوة القادرة على استكناء كل أسرار الوجود وما خفي فيه. والحكمة يقول الله في كتابه العزيز: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والسؤال هو ماذا يفعل الإنسان إذا أراد أن يعبر عن هذا الجمال الذي أدركه، أو أراد أن يعيد إدراكه للأشياء والأكوان عبر استخدام وسيط مادي وممارسة عملية؟ فالإجابة أن ليس للإنسان سبيل للتعبير عن مشاعره والتواصل مع الآخرين والإحساس بالأشياء وإيضاح أفكاره النظرية والعملية إلا بالفن.